السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في الحلقة الأخيرة من بروفايلك بلس، بعد 89 يوم احنا في ليلة اليوم 90، وآخر حلقة من حلقات بروفايلك بلس. محولي باسمكم جميعا باسم المتسابقين أيضا أن أرحب بالضيفين الدائمين معي في الفقرة، ياسر العباس حياك الله. الله يحييك ويبقيك، وليلة ختامية إن شاء الله تكون جميلة بإذن الله تعالى. شكرا لجميع المتسابقين على هالتسعين يوم، شكرا لطاقم بداية، شكرا لك هاني، يعني من بدري بشكرك، بشكر أبو الوليد وأشكر جميع من مر على بروفايلك، من زياد أو أبو فزاع أو ذكروني عشان ما أنسى أحد، أو الدكتور فهد المنصور فواز. وذكرت فواز و على قولتهم كان برضو برايم جميل جدا، الشباب واضح انهم ذاكرين. وليلة حزينة لكنها بإذن الله تكتمل غدا بفرح الجميع. يا ساتر آخر يوم تكتمل. إيه شقوا؟ يعني رحبنا فيك، قل حياكم الله عشان نروح بالرجال، بعدين نسولف عن برايم، بعدين ليلة جميلة، بعدين الأشياء دي. أنت بديت تزبيد من لا ما خلاص هذا والله ما تزبيد. طب خلاص اسألني من جديد ببدأ أنا. طيب حياك الله، رحت هوني بداية أرحب الضيف الدايم معنا علي الغامدي، حياك الله علي. الله يبقيك، الله يحييك يبقيك ويسلمك. أنا خدت من حلقة، أنا أقول وجهك فوكس هنا، شوف الله يطول عمرك. على العموم الله يسعد صباحكم كل خير، اليوم الأخير وإن شاء الله تكون ليلة خفيفة جميلة والله، بصير مؤدب سعيد. ودعية بروفايل كبلس بجمال حضوركم وجمال المتسابقين. يعني بالله سو زي يعني اشكر المتسابقين والمقدمين والمذيعين، واشكر سامح، واشكر وليد الشمري، واشكر كل الناس. لا تكتب هذا بعد نهاية البرنامج. اسألني نهاية البرنامج ان شاء الله باذن الله نشكر اللي تبغون، وتبغون نشكر الكاميرات بعد ما عندي اشكريه وابد، ابشر باللي تبغون. طيب خلاص باقي بس جزء من الشكر بترك لياسر. ياسر تفضل اشكر جميع النخل في المنتجع، اشكر جميع الزهور والورود. طيب اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، باقي المفروض تقول صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلام على الرسول شيء مهم. أولا حقيقة كانت أيام سريعة جدا، اختلطت فيها الأحزان واختلطت فيها الأفراح، تلخبطت فيها المشاعر بين مشكلة وبين صلح. فقرة بروفايلك وبروفايلك بلس أبدا أبدا عمرها ما كانت فقرة لإثارة المشاكل، أبدا هي كانت فقرة لإصلاح الأخطاء وتعديل وتقويم البرنامج. قد نخطئ، نحن بشر يا أخوي هاني، ولكن لازم نعرف أنه هدفنا الرئيسي في هذه الفقرة أنه نصلح الأخطاء. والله قعد خطبة كاملة إلين الفجر، أنت وراكم شيء؟ أنا ما وراي شيء. أتمنى أن نكون وفقنا، وأتمنى أن نكون عند حسن الظن. صحيح تواجدي معكم كان يجيب الهم، لكن الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا الواحد دائما يتصبر على المشاكل وعلى البلاوي، وهذا ابتلاء على قدر الإيمان. المؤمن يبتلى على قدر الإيمان. طبعا 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 الحمد لله. يعني مع زحمة وجهك أنا كنت خايف أنه المشاهدين يحسبوننا ملائكة، أشو أنه قال أننا بشر. طبعا الحمد لله اللهم لك انت كلام مفيد جدا. لحظه فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ترى ممكن واحد ماخذ عنك انطباع اني ملك، انه لا انت مغرور، فتجي تقول له انه انا بشر قد اخطئ. عادي ممكن لا تدعي المثاليه، لا تدعي المثاليه. حلو، توني اكتشف ان المغرور ممكن ما يكون بشر. نعم المغرور ممكن يكون كذا كان جديد. طيب عادي بشر يصير مغرور. شوف وجه الفيش ذا، يلا وجه الفيش تعرف منهم دقيقة منهم جمهور وجه الفيش معروفين. دقيقة وجه الفيش هذا، خلنا من وجه الفيش وجمهور وجه الفيش. دقيقة وجه الفيش ذا جاي مفهم من هنا، مو مركز، ناوي هواش في الحلقة. دقيقة يا جماعة بالله عطني خلني عندي ياسر عباس. تسمى طعمك انت شوف وجهك كذا في الشاشة واحكم ايش في وجهي؟ صح علمني النوم. ايش في وجهي؟ من اللي جاي في وجهي؟ من اللي كان متكئ عند الباب نايم؟ يلا يا اخوي من اللي متكئ عند الباب؟ خلونا من اللي ادق عليه اقول له وينك يا هاني؟ يقول انا عند الباب مضيع. اخر حلقة يا اخي شخلص لي يا اخي، اخر حلقة يا اخي. صلوا على الحبيب. اسلم اسلم. صلوا على الرسول. والله ما يصير يا اخوان. صلوا على الحبيب. بس والله اللهم صل على محمد والله وعلى ال محمد. تفضل استاذ هاني عطني السؤال. وبارك على محمد وعلى اهدوا يا جماعة. انت لحالك اهدى كذا، اخذ جوك واهدى. تفضل.
شفت حتى المخرج يقول الناس الشكر رقم واحد. شوفوا ياسر ما نقل عنه، جالس يناظر. شو يقول؟ شو يقول؟ يقول الشكر رقم واحد، يعني المثال رقم واحد، جالس يناظر كذا. شوفوا ناس تأملوا المخرج، تأملوا هذه القصة. طيب علي الغامدي تفضل. أول شيء رجاء علي، ترى احنا الحمد لله اكتشفنا اننا بشر واننا قد نخطئ، فالحين خلنا نتجاوز هذه النقطة وخلي اسألك عن تجربتك في بروفايلك والفرق بينها وبين كلام اليوم اللي عشت فيه. اول شيء نصبح لكم بالخير واهدوا شوي، صلوا على الحبيب. بالنسبة لفقرة بروفايلك وكلام اليوم، هي ما هي الا استمرار وبناء تبني قناة بداية في كل برنامج واقعي توجه هذه الفقرة للمتسابقين للجمهور. اختلفت بروفايلك بروفايلك بلس في برنامج حياتك انه كان في يوم لنقاش الاحداث وكان في يوم اخر لنقاش التقارير وتغريدات الجمهور، نقاش برضو المتسابقين اكثر حياديه، يعني تكون الفرصه لهم اكبر. ممكن بروفايلك ما يكون لهم فرصه كبيره لانه خلاص موجهه لنا احنا، بالنسبه لنا احنا نعطي وجهات نظرنا الشخصيه، لكن بروفايلك بلس يكون لهم مساحه مفتوحه في المداخلات والدخول والتقارير والتغريدات. اللهم لك الحمد، كانت تجربة جدا ممتازة وممتعة في أول نسخة من برنامج حياتك لقناة بداية. علي، وش أصعب موقف مر عليك في بروفايلك بلس؟ أصعب موقف مر عليك في بروفايلك بلس؟ أو حلقة فارقة تذكرها الحين؟ حلقة فارقة لما دخل علي أبو علي. مو بأنه كان موقف صعب، ما كان ودي يصل الرتم والحده بيني وبينه الى هالحد، والله ملك عم ما بيننا شيء الان، بس ذاك الوقت ما كان ابدا ودي انه يصل لذاك الحد، ولا كان ودي انه اصل لذيك المستوى من الحده معه، بس كان دخوله العنيف لابد ان يرد بعنف. ف يعني ما حبيت نفسي ذاك اليوم، ولا حبيت موقفه، ولا حبيت الاشكاليه والصدام اللي صار بيني وبينه، لانه ما هو وقتك للرد الا اذا دعيت، ولا هو صحيح دخولك، ولا هو موقتك، يعني توقيتك. خلاص خلاص عدل يعني. اللهم لك الحمد، لأن التعديل أنه أنا فعلا ما كان ودي يحدث هذاك السيناريو كامل. لك فقرتك أبو علي واحترامه وتقديرها، تقديم أخوي محمد مسعود، وكانت تستطيع الرد فيها، وإحنا كذا مرة أو كذا مرة أنتم برضو يا شباب استدعيت أبو علي، وكان في نقاش ودي، أبدا ما كان ودي يصل النقاش إلى هالانهدار فقط. ياسر، وش الحلقة الأصعب أو الحلقة الفارقة اللي ما تنساها؟ اذكر ممكن والله اكثر موقف، شوف اول ما سالت سؤال كنت تعرف اللي جاك اكثر من شيء، مثلا حقه الصلح اللي حصل بين احمد سعود وصالح مثلا على سبيل المثال في الكونفشن روم على الهواء، كان في النص حمد اللاحم، برضو مداخله ام صالح الفرحان هذه برضو كانت، حقه اس برضو كان لها انتشالك من الحلقة من أبو كاتم ذاك الوقت، كانت برضو على جدا جدا يعني، لأن خصوصا الريفيز يعني كذا على 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 حين غرة، فرح جاء الريفيز جدا جدا حلو. لكن على قولتهم بس يعني هذا يمكن في كثير مواقف طبعا بارزة، لكن أقول لك اللي طرى على البال يعني. أنا أذكر من الحلقات اللي ما أنساها حلقة ظهري ما بقيت أحد أتهاوش معه، تهاوشنا شيرة زياد ثم أنا والمخرج ثم أنا وعبد الله الجيبان الظاهر، ولا أنا أنت لحالك يبغالك نص ساعة تذكر البلاوي اللي سويتها بس لا، ذيك الحلقة زياد ثم المخرج ثم متسابق منه اللي قبل حمد اللاحم الظاهر ثم أحمد سعود يوم كنت ثم محسن، لا حلقة واحدة ذيك، لا هم متفرقين. قصدك حلقة واحدة سويت فيها البلاوي ذيك كلها؟ ما أذكر وش اليوم ذاك، كان يوم فارق يعني في الحلقات ذي. تعرف اللي من كثر ما يتهاوى صار، تعرف اللي يلعب مع بلاي ستيشن مع اخويا وفاز عليهم كلهم، بعدين صار يلعب مع سوني، هذا هاني شو يضرب مع نفسه، يضرب اخويا. من الفوارق اللي صارت في بروفايلك انه سقف النقاش ارتفع، ما كان كذا في ترصيدك ولا كان كذا في كلام اليوم، شكل التقارير اختلف تماما. من الفوارق ايضا من الحلقات اللي يمكن ناقشنا كل المقدمين او اغلب المقدمين الا الغامدي طبعا حكم الحصان يعني، الا الغمد ماجد وناصر نعم. لو كذلك محمد ال مسعود ترى ما ذكرنا كثير وناقشنا، لكن الشاهد انه هنا سبقنا يعني زي اللي حاكمنا مقدمين وناقشناهم وتداخلوا معنا وصار بيننا نقاش مستمر ومحتدم مع الاستاذ سيد الحارثي، مع المعيدي مع ابو علي، مع مجموعه من الشباب اللي
مع عبد الكريم الحربي في اللحظة هذا. صح. فبروفايلك كان أكثر جرأة وأكثر حضور. شكل التقارير اختلف، صار في تقارير، تقرير الجوار، في مجموعة تقارير خاصة بالأحداث. أيضا من ضمن الأشياء نسب الحضور والتفاعل، التفاعل بالنسبة للمتسابقين اللي كنا نعرضها، هذا شيء جديد. أيضا من الأشياء الجديدة النقاشات المحتدمة مع المتسابقين، يعني مو بالسقف ارتفع بعد المقدمين، أيضا المتسابقين جدا. وشفنا كثير من الإشكالات اللي صارت، ومن العلامات الفارقة أيضا أنه كل هالناس اللي سواء اختلفنا معهم أو بعض الناس اعتبرها تصادمات، شفنا ردة فعل إيجابية منهم في نهاية البرنامج، وكيف يعني علقوا أنه هالأشياء وهالصدامات وهالنقاشات كانت مفيدة لهم. في متسابق أنا ما أدري إذا أبوه يتابعني أو سبق أرسل لي في تويتر، إذا سمح لي عشان أقول الموضوع على الحين على الهواء، أبو متسابق أرسل لي قال لي إذا تقدر تشد على ولدي أكثر شد عليه، لأنه هالنقاش وهالصدام جالس يسقله وجالس يتحسن أكثر. أنا لقائي مع أبو صالح الفرحان برا قال لي نفس الجملة بالضبط، قال لي إذا تبون تشدون عليه شدوا عليه. صالح الفرحان مو من المتسابقين اللي كان بيننا وبينهم طحن. صحيح، لكن هو شو يقول؟ أنا أكلمك عن متسابق سنتر في الكونفشن روم، كثير تهاوشنا معه كثير، فردة فعل أهله كانت والده باختصار كان مرسل لي الرسالة، فإن سمح والده أنا بتابعه تتابع شيء، أنا أرسل لي هالرسالة مرة ثانية بقولها على الهواء وبقول اسمه. فالشاهد أنه متسابقين كثير، أحمد سعود، سعد الكلثم، مجموعة متسابقين، وليد الشمري، في مجموعة تكلموا صراحة. انجبان شوف، هي ممكن فقرة بروفايل وكلام اليوم، الفارق بين بروفايل وكلام اليوم، بروفايل رفع سقف النقد بالنسبة للمتسابقين. وعلي أستاذنك الفارق، أرسلك أننا في بروفايلك بلس، أرسلك كل أستاذنك أقول بما أننا في بروفايلك بلس، فأنا بطلع وبنطلع كلنا على تغريدات الجمهور اليوم في الحلقة الختامية، وأبغى الجمهور يذكروا لي الحلقة اللي ما ينسونها بروفايلك بلس، أو الموقف اللي ما ينسونه في بروفايلك بشكل عام. أتمنى تذكرونها في الهاشتاج، وبنقرأ تعليقاتكم وش الموقف اللي ما زلتم تذكرونه في بروفايلك، ومنهم أطراف الموقف، فلان وفلان سووا كذا. خلنا ناخذ رأيكم. علي واصل، فالسقف ارتفع، فكان الانتقاد بالنسبة للمقدمين وأيضا حتى المتسابقين بشكل قوي جدا، لكن هالشيء خارج البرنامج بيكون انعكاس على شخصيتك إيجابيا. تقول لي ليش؟ لأنه بكرة لما يجي ينتقدك شخص بتجريح بيوزر وهمي، البعض ممكن يرد عليه بسوء، ما يعرف يكون يتوارد مع الموضوع، ولا يعرف يرد عليه، ولا يعرف يتخذ الموضوع بالشكل الإيجابي. أنا ما أقول إنه هنا لازم نشد عليك أكثر وأكثر، بس الموقف كل ما كان سلبي لابد أن تكون ردة فعلنا أقوى، كل ما كان الفعل أقوى ردة فعل بتكون أقوى من ذلك. المتسابقين ممكن إحنا قسينا عليهم، نعتذر أي متسابق لأنه نبقى إحنا إخوان ولا خلصنا البرنامج. تعتذر من حق الجوالات لأنه هذا مجالك. نعتذر لأنه إحنا بالأول والأخير ترى إحنا إخوان، وإحنا في طاقم عمل وفي مركب واحد نسعى لنجاح البرنامج فقط لا غير، ما هو عشان اللي خرج من البرنامج باقي في نفسك شيء شايل علي أو شايل على ياسر أو شايل على هاني أو شايل على شخص، أي شخص آخر من فريق بروفايلك أو فريق القناة بعموما. لأننا طلعنا برا إحنا ما بيننا شيء، إحنا فقط أصبحت نجم الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت نجم من مخرجات قناة بداية، ربما يوم من الأيام تصبح صديق مهنة، مقدم معي في القناة، يجمعني بيني وبينك عمل آخر مسرحي، عمل تلفزيوني آخر نتناقش فيه. فأي نقاش احتدم بيننا وبينهم أو أي صدام قوي أو شد بيننا وبينهم أتمنى يأخذ بطريقة إيجابية جميلة، لأنه إحنا بالأول والأخير كنا متسابقين وأصبحنا مقدمين، وربما هؤلاء المتسابقين يصبحون في قادم الأيام مقدمين ومراسلين في قنوات أخرى ومجال أعلى. وشفنا كثير من مخرجات بداية أصبحوا مقدمين في قنوات أخرى أو حتى مقدمين في القناة أو حتى على سقف مرتفع من قنوات أخرى. ايش رأيك يا ياسر؟ أنا ودي أسأل سؤال علي، بما أن ما شاء الله يعني تبارك الله من زد رصيدك 6 إلى هذا الوقت، وأنت مجالك في مجال الجوالات مثلا، تخصصك في مجال 5 على فكرة، بس وارد المتسابق اللي ذكرته الجمهور في الهاشتاج جابه. أها. ما شاء الله. أنا ما أدري والله من هو يعني. عموما بما أن مجالك يعني قفط الجوالات، يعني الموسم هذا أنت يمكن قفطت موضوع جوال الكشاف صح؟ كشاف جوال كشاف. نعم. الموسم. نعم. الموسم الماضي آيفون ولا؟ الموسم الماضي كشفت كذا جوال بس ما أذكر بالضبط وش. طيب السؤال الآن الأهم،
هل تعتقد انه ما زال هناك جوال في التختيم الان؟ بغض النظر اذا كان موجود جوال لا، بس هي معلومه فارقه واحده للجمهور عموما، اذا اختلف اداء المتسابق سواء هنا في حياتك او دراستك بكافه نسخه او اي برنامج واقعي، اذا مش اداء بس طباع تصرفات، اذا اختلف تصرفات على الهواء واصبح صدى لاصوات نراها خارج البرنامج، اعرف انه مع جوال. اذا اصبحت افكاره تتوارد من الهاشتاج، من الترند، من المنشن عنده، خلاص على طول النسبة 99.9% انه هذا المتسابق مع جوال، وهذا اكبر خطأ. هذا يقودك الى نفسية غلط، يقودك الى عدوانية مع اصحابك، يعني بيصير مزح بينك وبين فلان، الجمهور يفهم بطريقة اخرى. يعني مثلا المزح مثلا بيني وبينها يعني يصل لدرجات عالية جدا، غير لما امزح مع سامي مثلا. جميل. غير لما دقيقة اقطعك وانت فمثلا فنفترض بس ابو بشار الجابري يقول هاني حلقة اص ولا كلمة من الحلقات لا تنسى. اكثر شيء عالق بذهني اتصال ام سعد الكلثم، برضو اتصال والدة سعد الكلثم. والد سعد الكلثم انا ما كنت حاضر. ايضا والد فوز الشمري. والد فوز الشمري كان حلقة سعد الدوسري ومحمود فلاح، صراحة حلقات لا تنسى، حلقات محمود المشهورة. كذلك انا اتذكر حلقة ظهور اخت عبد الله نجيبان في مقطع فيديو تأثر عبد الله وقتها، اللي كانت وعد عبد الله تقول يوم تجيب العزيز العز العريكة ما راح ننسى ذاك اليوم. ما ادري ايش الفارق. انا صراحة من الحلقات اللي عالقة في ذهني حلقة سعد لما قال عص، هذه الشيخة أميرة او الشيخة أميرة. حلقة دخول ابو كاتم على بروفايلك، هذه بعثرة حقت انتشالك ذي مرة جميلة. طيب مكالمة ام سعد ام صالح الفرحان، موقف سعد، دقيق موقف الجوالات. دقيقة لا لا في موقف اول برنامج ما ذكرته، موقف لما سألت سعد الكلثم هل تستطيع عرض نفسك على دكتور نفسي؟ ما قلت له هل تستطيع، قلت عندك مانع تعرض نفسك بس. طيب بدور البحرين، البحرينية تقول موقف انسحاب احمد وبكاء على الهواء، انا انهرت الله يذكرنا. احنا نتكلم عن مواقف بروفايلك مو في البرنامج كامل. طب انت قاعد في نفس الهاشتاج ولا كاتب كلمه معينه عشان؟ لا انا في الهاشتاج. هاشتاج هاشتاج انت داخل هاشتاج ثاني. الله يطول عمرك. مشاركه لما داخل باشو تقول مكالمه وليد الام عبد الله ومحمد شهراني، مداخله ابو علي يا هاني يا هاني يا محامي. صحيح والله ما قدرت هذه الحلقه محامي. هذه اللزمه، هذه اللزمه الى الحين الناس ناديني يا هاني يا محامي يا محامي. لا في هذه وفي الثانيه برضه حقت ابو علي اللي يقول الناجح محارب. هذه محارب الناجح محارب هذه لحالها بعد. طيب سعد الدوسري لما عصب للامانه من الضحك حلقه كانت جميله هذه. عاش ريم تقول دخول ابو كاتم وسط الفقره لما اخذ هاني يوم منعوا كلكت مع فريق احمد طاحت براسه وكان موقف صعب. ما انسى لما قال هاني يا سعد الكلثم تحتاج طبيب نفسي لاني ذاك اليوم كرهتك يا هاني من صميم قلبي. هذه شروق تقول كثير يقولون مكالمه مصالح فرحان الظاهر هي الترند، هي مكالمه مصالح فرحان هي اكثر شيء. خلنا نتذكر موقف سيء لي ماني ناقي يا اخي. انت كل مواقفك ايجابيه بسم الله عليك يا اخي. سبحان الله يا اخي قمه الايجابيه. تدري شوف دامك انا ما ودي اقول بس دامك اتكلم. لا مو مرة تكلم يعني على خفيف بس يعني. لا أنا من المواقف اللي ما حبيتك فيها إيه؟ لما دخلت نقاش مع منصور قرني. أي واحد؟ أدري نقاش من نقاشات كذا ما أذكر والله. في نقاش حتى يوم دخلت أكثر من مرة نقاش مع منصور. لا في نقاش واحد من نقاشات ما والله ممكن ممكن يمكن. في حلقة في أحمد السعود والله في تغريدة ثني هاني هذه أريج العنزي تقول. طب هنا في تغريدة في حلقة اللي هي موقف محمود فلاح لما صدتوه جوا معنا الجهاز طلع التقرير هذيك الحلقه. هنا في تغريده يقول على كرهي لبروفايلك على كرهي لبروفايلك الا انه تغير اسلوب الشباب الحوار وتقبلهم للنقد زاد بفضل الله وفضلهم بامانه يعني. حساب مو مكتوب شيء فيس بس تقول المقارنه بين التوأم ما ننساها ابدا في بروفايلك وتصرفات محمود الغير متوقعه ما ننساها. يوم عبد المجيد ظلم سعد الكلثم هذه رغد تقول كل الحلقات ما تنسى بس في حلقات في بروفايلك حلقة سعيد وكلمة أص سيد الحاتي الظاهر تقصد ومحمود فلاح والحركات هذه نوتك. في أنا أتذكر موقف برضو بكاء أحمد سعود تحدي عوالدته هذه حلقة ما تحدي سعد الكلثم وهاني عشان مسألة الجوال. أوه هذاك أنا تعديت ذاك اليوم يا سعد دخلت يا علي تحديت سعد الكلثم على الهواء طلعت جايب اجيب لك مواقف شجاع. اي شجاعه.
طيب اكثر شيء شدني اتصال كثير ذكروا اللي هو اتصال الام صالح الفرحان وابو سعد الكلثم في انتقاد المحسن الشهاري. انتقاد المحسن الشهاري يوم قصف الجبهات بين هاني وياسر وزياد انه صار بين قصف يوم كل حلقه احنا كل حلقه جميل. يوم نزلت المايك يا هاني ولحقت ابو كاتم اي نزلت الابيز وصار المايك يلا اذا طاح الجمل كثره سكاكينه. طيب ما انسى يوم هاني سعد الكلثم مستعد تعرض نفسك على دكتور، وما انسى لقنبله الكنفش الروم ومقوله سعد الدوسري الشهيره بوص هادي نور من ليبيا. في شو اسمه في مداخلات هي الاغلب انا اشوفها قص 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 الاغلب قص بالضبط. طيب خلينا نطلع فوق اعلى شيء في الحياه، مود هاني الغريب اللي في كل حلقه يتحفنا بالظرافه الغريبه. موقف لن ننساه، موقف لن ننساه اتهامكم لوليد الشمري بسالفه الجوال، وترى الى الان ننتظر اللقب. ما ادري شو ننتظر ايش؟ اللقب ما ادري شو اللقب. اللقب انا كنت بقول لوليد اني يعني بقول لك لقب، انا لقب كيف حلقته ونسيت اقوله وبقوله اذا ما نسيت نهايه الحلقه ذي فذكروني ذكول. وليد انا قلت انا مستعد احلف بس ترى ما حلفت الحين وراكم انتوا علي. اوه تقول مترنح 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 يا زاحد مترنح في برضو فتاة النعناع يقولون من ياسر ايه؟ يا الله يسلمكم ما يحتاج. طيب الصورة هذه للشيخ ناصر يقول أولا أحب أشكر كل من تفاعل وتابع البرنامج، والله لا يحرمني من هذه، ترى الشاشة عندي مكسورة في نص الآن عندي تقرير. أولا أحب أشكر كل من تفاعل وتابع البرنامج، الله لا يحرمني من هذه المحبة، والله يقدرنا وإياكم على طاعته وخدمة ولاة الأمر. وثانيا أحب أشكر أخواني المشاركين في برنامج حياتك، وأقول لكم واحدا واحد إن جيتوا البحرين بدون علمي ترى يا ويلكم. وأيضا لا ننسى المداخلة الجميلة في دعوة الشيخ ناصر بن حمد للشباب في البحرين وفي مملكة البحرين وذهابهم مع الدعوة الجميلة هذه وحضور هذه من حسابه في انستغرام، ايضا من حساب سمو الشيخ في الانستغرام نزلها اليوم او بالامس ما خانت الذاكره. فهذه المداخله وهذه الدعوه ايضا نزلت في بعض الصحف الخليجيه وايضا السعوديه. هذه المداخله وهذا هذه الدعوه الكريمه من سموه تنم على دعم الشباب وعلى رعايه الشباب في شؤون الابداع و صحيفة أخبار الخليج. نعم أخبار الخليج وأيضا في بعض الصحف السعودية نزلتها ما خانت الذاكرة. ناد تقول مهاوشتك أنت وأحمد وكلامكم عن السيناريوهات، هي هذه الحلقة اللي قلت لكم صار فيها حمد اللاحم وزياد والمخرج وكانت حلقة يعني ما تنسى. أنا عندي لك سلبية يا ياسر فينا تغريدة حلوة يقول الموقف اصطدام هاني اصطدام هاني بمحمود، لكن تعلمنا من هاني فراسة الرد وفنون الفراسة وفنون الرد وصراحته، ياسر اللباقة وصفاء القلب، علي ما ابغى امدح نفسي. الله الله نسأل الله السلامة يا اخوة عشان نسمة امل، عشان نسمة امل تقول ازعجتنا يا هاني. ايش يسمونها؟ نسمة امل تقول ازعجتنا يا هاني يوم زعلت محسن وبكى في المسجد بعد هذه الحلقات اللي ما تنسى. حلقة بروفايلك مع المعيدي يوم ما همه اللي جلس لين اخر دقيقة بعد 59 دقيقة لا الحلقة اللي اتصل معنا اتصال لا بعد 59 دقيقة سحب مايك اي هذيك الحلقة الثانية. طيب هذه حلقات اللي حلقة المعيدي يوم ينسحب في اخر الثواني. طيب اشكركم على هالتفاعل. سالفة خدودي خدود سعد خدود ياسر طيب اوكي. موقف سماجة ياسر حق فاية مدخلي فايف مدخلي هذه برضو هذه من اجمل الاشياء الجميله. انا ما سالنا عن اسمك تتكلم عن اجمل ركزوا يا جماعه الاجمل اجمل بس اسمك لا اجمل اجمل هذه مكتوب اجمل هنا يقولون مره جميله. اصعب موقف صبر صبر على مصاعب الثلاث شهور مع الجوهره وبالاخير خذل ما ادري ايش المقصود. طيب هذه بالنسبه لمواقف البروفايل. خليني اسالكم سؤال ثاني ووجه للجمهور ايضا، اصعب موقف عليك كمشاهد للبرنامج كذا وقفت اعصابك وانت تتابع الموقف، وش الموقف واشرح لي الموقف عشان لما اقراه اعرف الموقف ده. تذكر علي موقف كان صعب كذا نظرت وتابعت قلت انا ما كنت متابع الا يوم ما كنت متابع اقصد المواقف انا كنت عايشه يعني موقف لما دخل علي ابو كاتم هنا
حلقتنا. انا يعني خفت يعني قال هاني بعد شيء خاف يقول علي الغامدي تعال بتفاهم معك يعني. كان صعب عليك؟ صعب يعني يفسخ ما تعرف اللي انت بين وبين ما تدري بين وبين. انا ما عرفت قال ياسر اول ما رجعنا من هاني من شال المايك والاربيز وراح فجاء ياسر قال تفضل يا علي الله لا يوفقك ايش الباص الغبي ايش معطينا على خط التماس ايش اسوي فيك؟ قلت تفضل. قلت الله يطول عمر ابوك. تدري ليش قلت تفضل؟ انا وقتها ملخ ما ادري ايش انا ارخم منك يعني. تعرف اللي يرمي لك التماس واعطيك الكوره؟ ما عاد عرفت اقول. قلت الله يطول عمره وكاتم بيض الله وجهه يعني. والشيء اللي سالت هاني ولخمني فيه قال ليش رجعت؟ قال بعدين اعلمك. قلت ان شاء الله يصير خير. ام اي 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 كذا الحساب يقول اكثر الاشياء في بروفايلك يتكلم عنها سؤال القديم يقول شاهي هاني. انا لازم ادشن الشاي حقي ذا اللي كنت اشربه بروفايلك. ايضا شيء حاجه ثانيه اللي هو مداخله ابو علي لما انفصل فيش الكهرب وكنت انا معاه وكان متداخل من غرفه العزل انه انا احسب اني ضده. هنا انا كنت ما اعرف وقته من غرفه العزل بغيت انفلت عليه والله بغيت اروح بغيت اقول يا مخلوق افهمني انا معك الله يرحم شيبانك. فاشو انه مشيت على خير ذاك اليوم. لا اذكر يوم من الحلقات اذكر جيت منفعل وكان هاني كل شوي قاطع وما ادري ايش السالفه. كنت انت مقدم صح؟ الله ما ادري لا كنت ضيف. لا كنت مقدم. ايوه كنت شيء قاطعك وكنت ما ادري ايش ولاني منفعل قاعد اقول لك يا هاني لا تقاطع ما ادري ايش. المهم ذيك الحلقه كانت طيب حلقه تراكم دابلت نسبدي منكم كلكم من اولكم لاخركم لن ننساها. تقول انسى نفسي ولا انسى هذه هوازن. طيب مداخله محسن والفيونكا والطقطقه اللي عليها. طيب ابغى موقف في البرنامج ما زالت المواقف كلها في بروفايلك. احتاج المواقف اللي في البرنامج. الموقف ما انساه وليد حصول وليد على فارس حياتك غدا ان شاء الله تقراها. اوه هذه امل تقول موقف اللي ما راح انساه حصول وليد على فارس حياتك غدا. اها عشان تقراها مسبقين. بردتوا كبودنا. انا اللي لاحظت اليوم يا هاني بغض النظر عن المواقف والاشياء اللي طرحتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الشباب اليوم بنسبه 99% اجابات صحيحه جدا وبسرعه عاليه ما هو بتاخر او تاني او تفكير يعني بسرعه عاليه ما يمر اقل يعني. وليد ما شاء الله لاحظت في كذا سؤال سامي ما يقرا بس يشوف مجرد ما يشوف السؤال وليد ما شاء الله يجاوب وعده اسئله اللي الجميع جاوب صح الا سعد الكلت مخطا سؤالين توقعوا سؤال سعد الكلت علي حول منصور او لا منصور جاء حوالتين على قولتهم ووليد جاء حوالتين ايضا على العموم بنسبة منصور كبيرة حوالتين وليد لا وليد جت حوالة حوالتين منصور جت حوالتين بس وليد ما منصور جت حوالتين وليد جت حوالة على ما أتذكر وتحويل سعد الدوسري ما هي برضو في تحويل سعد الدوسري هنا سعد الدوسري ما جت حوالة إلا جت حوالة واحدة إلا جت حوالة من فيصل بن قربة يا مرحبا بس هلا الله يجعله بروحي عنكم الله يعافيك من وعدكم هلا حبيبي شلونك الله يعطيك العافية انت ذروتك اللمسة سلام ورحمة الله وبركاته تكرم اخوك مرحبا مرحبا طيب هلا حبيبي يا مرحبا كيف حالك يا عيني اخبارك طيب هلا الفيونكا هلا هلا صحتك يلا حيا كيف العاب شلونك طيب اجمعين يا رب العالمين اجمعين اهلا وسهلا حيا الله هلا ابوي هلا وسهلا حيا الله طيب هلا يا حبيبك حبيبي الله يسعدك من الايام اللي ما انساها تقول الغاء البرايم بسبب القرارات الملكيه ارحب يا ولي والتغريده اللي دعمتني نفسيا اصعب موقف في البرنامج ريم تقول هو بكاء احمد سعود وقرار انسحابه تعالوا شابينا وين اقعد؟ خلنا نسال الشباب ايش رايك؟ اسالهم ايوه طيب وش اللي اصعب موقف عندك؟ طيب جالس اقرا من مواقف مضاربه التوأم واللي قهرني المخرج قطع البث ما فيه يعني معلش وش ابي يوم تتهم وليد شمري بالجوال الا قالوها يوم طلوع محمد يوم طلوع محمد تقطع قلبي على اخوه عبد الله طيب يا طيب هاني حضور الشباب نسال الشباب اصعب موقف مر عليك في البرنامج ما تنساه اول شيء احنا معذره سالناكم دخلناكم في حلقه الله يحييكم الله يسعدك يا مرحبا الله يحييك شرفتنا جيتكم كلكم شرفنا وانتم جايين بمناسبه الحلقه الاخيره يعني اي والله جايين نقول لكم كلمات جميله وقف ترى في الشارع نسوي زي حبتنا وداعا جميل والقلوب من حفظك انا ما اسمع اصوات يعني
اجمل صوتين انشدوا انا وفواز. يا حرام عليك ما تسمعون. طيب ما حزنتم؟ ثاني مدريد ثاني شيء ابي اعرف شيء. لا لا اذا ما في ودنا ناخذ الشباب من اليمين. طيب بس خلني اسمعوا لي. اشكركم شكر كبير مهما كانت قسوه انتقاداتكم تعليقاتكم يمكن بدايه البرنامج ما كنا فاهمينها الان ممكن نطلبها منكم وشي اللي هي الانتقادات انها ترجع طقطق على ياسر انتقاداتك يا اخ علي وانتقاداتك يا خاني فقط حبيبي الله يسعدك ما ابي اقول العين والراس الصراحة والله انا داخل معك من نقاش سامي تقول اصعب موقف مر في البرنامج هو يوم طيحت المسرح واصل اكيد بس اللي كنت ابي اوصله اللي يمكن كانت تضيق صدورنا بدايه البرنامج لكن الحين عرفنا انها مصلحتنا صحيح بعضهم يرفع الضغط ويستفز شوي بس ما عليه اصعب موقف بالنسبه لي انا الجوهره الماسيه جتني هذا اصعب موقف جميل جميل اقول الله يجمعنا في جنات النعيم زي ما جمعنا في هذا المكان وكل ما صار منكم فهذا لمصلحتنا ويدفعنا للصح واذا اخطينا عليكم يوم سامحونا اذا اخطيتوا علينا فوالله اننا مسامحينكم دنيا واخره يعطيك العافيه علي والله انت سامح محسن يقول تكلم عن نفسك ونجي اسلم يا علي والله ادري سامح سلمك اصعب موقف مر بالبرنامج صراحه قد قلتها ذكرتها وقلتها قبل كذا لي مشكلتي انا احمد سعود واصعب موقف قد مر علي في البرنامج كله ولا بيمر علي مشكله زيها صراحه فواز طيب اصعب موقف انا والله جاي عندكم بحييكم في البدايه قبل لا اقول اصعب موقف احييكم على كل كلمه قلتوها وعلى كل نقد وجهتوه وانا عارف ان كل كلمه وجهتوها للمصلحه والحمد لله اللي توجهت دفه السفينه سليم كذا قويه دفه السفينه الى الامام وشلون نجح برنامجنا تضبط نجح قل موقف صعب اي والموقف المؤثر الموقف الصعب الصعب قل وش اشكركم اي واشكركم شراحه والله شراحه الصعب الموقف الصعب يوم يختارني صالح الفرحان قوه ثانيه كنت خايف وقتها انه هو يطلع ولا اني اخذ له جميل الله معاذ اول شيء بيض الله وجهكم وجهك ابيض وان شاء الله اني كنت قد التحدي اللي تحدينا احنا الله الله واصعب موقف لي للامانه يوم اني فارقت ربي في بدايه البرنامج رايح الله من اول صالح سام تذكر اصعب موقف وبسالك عن اجمل موقف انت بعد اصعب موقف اللي دخل يوم ادخل برايم انا هذا مرة واحدة إيه لأنه ضيق صدري يمكن ما أشوف إني فيه كذا بس هذا اللي هو أصعب بالنسبة لي صعب هو لا موقف مرة وأجمل موقف خلاص بالنسبة لي كل لحظاتي من أول يوم إلى الحين كل لحظاتي أجمل موقف أتوقع إنه مكالمة أمك أكيد أنا لما فوق كل شيء لكنه في شيء طيب يعني كل شيء كل شيء طيب أوصف لك أصعب موقف أوصف لك إياه هو في أكثر من واحد لا بس حق أعطونا أشياء كذا بلاستيكات لا 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 خلاص واضح عطنا تفضل تفضل نسمع رأي من محسن والله من يوم قلت السؤال ذا وقاعد تراودني أفكار بس أتوقع يوم فقعت الكورة أكثر من الضايق شي رحت لأهلي والله مدري ما في شيء من جد كنت متضايق منه كثير يعني بالعكس هو أكثر واحد أكثر شيء الواحد يزعل عليه يمكن سالفة ملابسك أصدقاء بس سالفة ملابسك تذكر يوم دخلت لكم الشروب في أشياء تضايق كذا بسيطة بس يعني مو أصعب موقف لا يعني إني أسيب الأصدقاء وذا وكذا ما عاد أشوفهم فترة هو هذا أكثر شيء يعني طب ودي أسأل سؤال ممكن تفضل أول تجربة لك في الأربيز كتقديم في الحلقة الليلة كنت بدون أربيز كنت بدون ربيز كيف قدرت تدير الحلقه الحمد لله يعني نجحت وانت كذلك ربيز كيف الشعور ربيز كان في الليل اليمين معك لا محسن انا الليله مرتين انت تضطر لو كان معك ثقل عليك يعني لا الحمد لله علي تسير مره بطل مواقف الكونفدرال معنا كان يكلمني في ربيز اي ترى كنت الوحيد اللي كنت تدخل عليه الليل البحر الاماراتيه كان هو في ربيز تقول رمس ضيفك لا كان طقطق علي في الحلقه وهو كان يضحك الكلوز ماك اي وجهه تغير عشان الوقت عشان وقت محسن ايوه مواقف الكونفدرال كيف كان صداعك ترى سمعت بالعكس يعني كل المواقف اللي دخلت فيها كونفشن روم ما كنت اشوف انه في شيء انه مره مضايقني الا ذيك السالفه كذا على خفيف لانه هو اكثر شيء زعلني اني ما اخذت حقي في الكلام بس لانه كان على نهايه الحلقه يعني لو كملت الحلقه ما كان الموضوع صار كذا فالحمد لله يعني بالعكس كله انا استفدت منه تحس ان كان اثرها سلبي ولا ايجابي عليك؟ بالنسبه لي ايجابي يعني كله يمكن كنت اوضح اشياء ما هي واضحه كوره البلاستيك زعلت كنت ابغى كوره زي الناس وما جبتها انت وعدتني وما جبتها بس تطلبني الحين كرة؟ اطلبك تمرين قبل ما نرجع معك تمرين الرياضة بين الليلة نتمرن ان شاء الله طيب عشان وقوفنا كذا في هواء وكذا يمكن الصوت ما يوضح لكن عطني سؤالك وابشر يختارون من اعضاء بروفايلك اللي اكثر ناس استفادوا منهم بالاسم لا حد كذا احراج كذا احراج يعني يختارون خمسة
كلكم خمسة. خمسة. يعني قصدك يعني أخذك. لا أنا أقول إحراج لكم يعني ولا ما قصدك؟ والله يعني. أنا وياسر وعلي واللي ما حضروا كلهم. فزادة حنا أخطينا ترى هذا من أنفسنا والشيطان، وإذا حنا أصابنا فهو من الله ومن توجيهاتكم. أقسم بالله أنا قلت قبل دقيتونا. جا 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 الله يستر. جا اللي ما يبغى يطلع من بروفايلك. حتى المخرج يقول أنا مسامحكم. دقيتونا. ها ووجهتونا بقى يعطيك العافيه. والمقصد بس انه بيض الله وجهكم نفوس طيبه، بس انا ما ودي نوقع نطلع لين يجي فيصل. فيصل جهز البيت. يا مرحبا يا مرحبا. من الاخر جيت الاخر يا شيخ. من الاخر عند بروفايلك. ما ادري ايش بروفايلك. بروفايلك طيب. انا اذكر طيب الموقف اللي كانت هلا فيصل. يا مرحبا. فيصل كنا نسال المتسابقين عن اصعب موقف في البرنامج. ايه وش تذكر في البرنامج كله تحس انه كان صعب على الناس، صعب عليك حضرت؟ كثير يقولون هوست التوأم، خروج محمد شراني، اصعد موقف، اسعد موقف حضور حصول عبد الله على والله ما به موقف صعب ابشر. الحمد لله ما تذكر. لا لا. ما في موقف صعب، كلها سهله. ما في موقف صعب. اجمل لحظه زواره وليد الشمري لما زار اهله. فيصل فيصل دقيقه فيصل. طيب اهلك وزواره؟ ايه زواره زواره. والله اني تابعنا بالضبط يا اخوان، ما له دخل بالبرنامج. والله البرنامج الا والله حياتك زواره. صدقت ذكرت الله يذكرك بالشعب. ايضا موقفك مع فوز الحارثي ما هو صعب. موقف مو صعب. طيب موقف جميل. جميل يوم اهديتكم كتابي ذاك اليوم اللي هو إن اخراج كتابك من الاخر. من المواقف من ابرز الاحداث عند لندو تقول مضاربه صالح والتو احمد، مضاربه توام، سقوط المسرح، رغبه احمد بالانسحاب، والغاء البرايم. هذه مواقف ما تنسى. وجانا صالح واحمد. حياكم الله يا صالح. حياك الله يا احمد. ارحب يا صالح. حياك الله. هلا والله. من المواقف الصعبه اللي تكررت كثير سقوط المسرح. الله ينفع بك. وموقف زواره يوم ما يقابلون اهليهم. كل مواقف زواره هذه ترف تقول. اول مره تشوفها. هلا يا احمد. هلا والله. تسلم على كل الشباب. انت اعلامي لازم تحافظ على الوقت. كلكم سواسي امان. صالح ملك طافي اعلاميا وامام الله سواسي. ما في مايك بس مايك. الله السلام طيب ياسر ياسر عباس ممكن ترجع ورا شوي كذا عشان ايوه بسم الله عليك. طيب طيب حماس الظاهر انه شوي الوضع حماس. طيب انا ودي بعد اشكر المنشد الرائع احمد الكثيري. انشد النشودة اللي بين البحرين والسعوديه اللي كانت في الليله البحرينيه في اقل من 24 ساعه انجز هذا العمل. كلمات احمد العامر وتوزيع ومكساج محمود الطيب. وهالعمل تم في استديوهات الاعتصام الفنيه. شكرا للشباب اللي ذكرناهم على تفانيهم وعملهم. ودي اشكر. ممكن كنا نسال الشباب يا احمد وصالح عن اصعب موقف مر في البرنامج بعد ما احمد يفتح مايكو. عطني صالح رايك. صالح اصعب. صالح صالح صالح. لا هو مايكو طافي. صالح صالح انت ما عندك مايك. الله يسعد امك محلاك. ها صالح كلمني في الشاشه. وش الله يحييكم جميعا. اي والله وداعيه صراحه تحزن القلب يشهد الله. واضح. ما هو البروفايلك لنا احنا البرنامج مره واضح برضه البروفايلك. الله اليوم البرنامج احمد الله عليك. الله يسعدكم والله ونحن نفقدكم جميعا. لاف لاف بالله العظيم. صالح عليك. صالح عطني وش اصعب موقف شفته في البرنامج وبامانه. إيه؟ مو بلك يمكن شفته في البرنامج. لا لي. ها اصعب موقف حتى اني سمعت انها وصل مليونيه في البرنامج اللي هو الخلاف اللي صار بيني وبين احمد سعود. وسبحان الله رب ضارة النافعة على ما قالوا. والله العلي العظيم. إيه والله العلي العظيم. إن بعد ذا المشكلة سبحان الله اللي صارت إني يعني أحب وجود حب يمكن يعرف الشيء ذا ويمكن ما أحد من الشباب يعني يعرف شو في خاطري له. لكن أقسم بالله العلي العظيم وقدامكم جميع وأقولها قدام الخلق كله إني أحب الرجل هذا. حب خاص يا شيخ. الله يجزاك خير. ولعل الموقف ذا سبحان الله بيني وبينك شيء؟ لا والله. لا جد. لا والله. لا والله. بينك وبينك. بينك وبينك. والله ما يذمتي يذمتي فيني في خاطري. طيب احمد سعود الوقت. احمد تذكر طبعا انت احمد ما شاء الله اذا كان في لقب
للهوشات تختمت. انا وياك كنا نتنافس بالموضوع. الله يحفظك. يعني خلينا نسوي ديربي او ديربي. تدري انه جتني احصائيه بس خليني اتاكد منها. إيه؟ اكثر ناس خلوا الكونفشن روم. إيه؟ المركز الاول احمد سعود. وسعد الكلتا 27. لا سعد الكلتا ماخذ 23 او 24. اوه يعني في واحد بعد 27. في برضو اقل واحد اتوقع فاز من المركز الاخير من تحت. بس من قربه ثلاث مداخلات. لا 11 مداخله. لا ثلاث. 11 ثلاث. طيب معاذ انا ابغى اقول لك عشان اضبطك. سعود الله يطول عمرك نضبط رجال ودرجه طيبه من اخوك احمد سعود. احمد سعود يا جماعه. احمد سعود خلي يعطينا مجال اول. احمد سعود يقول لا احد يرفع يده. يلا في الحقيقه اول شيء قبل تعطيني بس نص دقيقه. طيب عجل علي. اول شيء انا اقول لكم احبكم كلكم. الله يحفظكم. وسامحوني كلكم. واوصل كلام ان شاء الله ما يخصم علي لكل الجماهير اللي تتنافس معله لكل الجماهير اللي ومتابعين واللي يتكلمون وفي الهاشتاقات واللي يسبون الثاني ترى على قولتهم الدنيا ما تسوى اذا تسب فلان ترى مردها ما بيتم الا ذكر الطيب فسامحوا حللوا بعضكم الشهر الكريم يا شهر رمضان ودشوا رمضان وانتم صافين قلوب وصراحه اكثر موقف طبعا هي مواقف وايد صارت وكقالها هاني لكن من اشدها صراحه بالنسبه لي لها اثر كبير على قلبي سالفة التبرع بنص مليون. اه اللي صار لك في اي اثرت فيني جدا يعني انا ما اثرت علي بس انا يوم سافرت وفي سفره الليله البحرينيه طبعا رحت شفت الوالد والوالده يعني احدهم كانوا مستانسين وكانما انا حصلت المركز الاول ورحت البحرين. فريق هذا الخبر ما شاء الله. فريحه سليمان تقول عبرتني الخنقه على قولة كم كم ايش عبرتني الخنقه؟ لا هي خنقتني العبره وانت قلت عبرتني الخنقه؟ والله حلو سابق متسابق جميل دائما 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 يعني عنده موهبة النكبة مخلوق لينكب مخلوق لينكب الشيء فصل من قربه تحية اللقب انا اتوقع انه راكب على فيصل فعلا خلق لينكب طيب خلق لينكب ودي اسكت طيب ارحب بس عبد الله انجيب ابي اخر نكبه وش اخر اخر نكبه تكفى نفداك طارق مطلوب فكنا ونعنا الرد عشان ما تعرفها مع رجالك صالح يلا عبد الله تذكر اصعب موقف في البرنامج كله مو بلك انت اي اصعب موقف شفته في البرنامج عموما يعني تبغى لك او لغيرك يعني اصعب موقف مر علي يمكن موقف صالح الفرحان ايوه في مساله الجوهره طيب واجمل موقف لمو الله يخليك لمو يوم طيب انا ودي اشكر ممكن هاي اشكر صراحه في ناس يستحقون الشكر صراحه يعني جد حبيبي والغالي فيصل الهويمل اي والله يا استاذ الله وجهه معد الفقره هذه وكذلك شف اتوقع يومك شكرته بيعطيك ثلاث دقائق زياده اتوقع بيض الله وجهه كذلك ناصر الحربي اللي كان يكون مرات من مكانه نعم كل من باسم وكل من جاء ضيف عكس في بروفايلك وايضا اشكر 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 حقيقه اللي يتعبون تعب مو طبيعي ويبذلون جهد كبير جدا اللي منتجون مقاطع الفيديو للجمهور يمنتجون مقاطع الفيديو تبع المونتاج مصطفى ومحمد فرج والثالث نسيت اسمه وائل هو وائل فبيض الله وجههم الثلاثه صراحه يبذلون جهد كبير جدا وكل من سعى لنجاح هذه الفقره حقيقه اشكرهم من القلب واعتذر لو نسيت احد وانا اشكر طاقم القناه كامل كل الطاقم اللي في الكنترول واللي برا بالضبط من يخاف انسى احد والجميع لحق والشكر ايضا موصول لكم انتم شكرا لكم انتم الله طيب بس انا ابغى منكم طلب حلو نبغى نختم بختم قبل الختم كم باقي دقيقه كم باقي دقيقه دقيقه 40 ثانيه طيب انا بس بختم بشيء لطيف وتخلصون اول شيء شكرا لكل من عمل في برنامج حياتك سواء متسابق معد مقدم كل شخص بذل في هالمركب الجميل اللي نسعى ان يكون ويصل لبر الامان شكرا لنجاح برنامج حياتك انتم متسابقين اساس واللبنه الاساسيه في البرنامج انتم النجاح الاكبر للبرنامج اذا نجحتوا واصبحتم نجوم سيكون البرنامج ناجح معلومه مهمه لازم اذكرها بكره باذن الله تعالى طبعا مسابقه حياه اول صار فيها مداخلات للجمهور راح بكره يتم معرفه اعلى واحد حصل المداخلات ويصير القرعه للناس اللي دعموا يعني باختصار مثلا نقول مثلا فاز احمد سعود حلو بالحفل زين راح يتم اعلان الفائز المتصل الفائز باذن الله تعالى غدا في الحفل طيب ثانيه عند عبد الله وختم
اعلى نسبه. انا جاي فعلا اول شيء بكل الاسى اودعكم، بفقدكم كثير ونفقدكم. ثانيا شكرا لكم، انتم الداعم لنا في هذا البرنامج وقومتونا فعلا وطورتونا كثير. شكرا لك ابو شوق، وشكرا لك ياسر عباس، شكرا لك علي. طيب والدكتور لا ننسى فهد. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، اليوم انتهى كل شيء. طيب اليوم انتهى كل شيء، انتهى بروفايلك بلس بكل احداثه، بقي شيء واحد، بقيت صحيفتك اللي كتبت فيها في تويتر او في سناب او في اي موقع من مواقع التواصل. صدقني القلوب صافيه مع الجميع وكلنا يا اخوان، وان اختلفنا كان مقصدنا واحد، هو نجاح برنامج حياتك ونجاح قناه بدايه، واتمنى يكون الهدف هدفنا وهدفكم، ونبعد عن كل النقاشات.